وهلأ صار وقت ينضم لنا الخبير الزراعي مروان حيدر من بيت الزراعة لنشوف شو الجديد عنده اليوم. العوافي بونجور. العوافي، كيفكم اليوم؟ نحن بونجور نانيين، منيح. بونجور ناتالي. بونجور. انت يعني حالتك سيرجي، روعة بين هالزبيب واو المنظر بيشكر. والشجرة والليمونة، شو الوضع اليوم؟ الوضع اليوم حبينا نعمل سلة السبت لأنه كثير عم ينطلب منا، نعم. بس في عندنا شغلة إنه حنودي الأغراض بلا سلة لأنه المعمل أريح اتسكر. كمان بالكيس المعمل نقله. اتسكر و لا بتعرفي إنه كانت السلة مهضومة بتعطي شكل حلو أكيد. والناس عم بتحبه وعم ترجع لنا إياها، بس عن جد المعمل ما بقى قدر يعطينا، مسكرين بعضهم وما بعرف قد إيه رح يضلهم هيك. أي فرح نودي اليوم السليل بلا سلة، يعني بكيس مثل العادي بيكون فيهم سلة رح نشيلها، يعني ما رح تكون موجودة أصلا. فما بيحب ياخذهم بلا سلة، بس يعرف أحسن ما يزعلوا منها إنه وصلت السلة الخضراء بلا سلة. هيدا اللوك داون فرض على المعامل انه تسكر مشان يشربوا هيك. حرام يعني، جربوا لبونا أول فترة بعدين هلا خلص، بتعرفي كل يوم عم نعمل كميات كثير كبيرة، صح. فبدنا نعتذر للناس اللي رح نعطيهم بلا سلة. رح تكون أول شيء نقول بونجور لسيرجين، نسيتنا اليوم على الهواء مرتين، رجعت قطعت الخاطر وحتني بالقلب، نقول لها بونجور لسيرجين على طول، بس تطلع تصور بالعواجيز يعني قطعت سيرجين على يعني الهواء. جيت بدي اقولها بعدين قلت لا لا بلا فضايح، لا لا انت كفيت ووفيت. لأنه شفتوا انتم يوم جديد بلشنا بشوف جديد وانا عم بطلع ما معي حدا، صرت مقدم معنا بأجندة، بتساعدنا بتكفي معنا. رح نحكي عن اول سله، عندنا سله التبوله اكيد فيها الخس، بندوره، ثوم، بصل والبقدونس، السله اللي بحبها عبده ملكته على طول، حاضره عبده. عندنا سله الفتوش اللي فيها فجل، فيها زعتر، فيها بقلي، بقدونس، نعنع، بندوره، خيار، بصل وثوم. وعندنا كمان سله السلط، حبه قطعه كبيره يعني ربه كبيره، مع روكا، مع بطاطا، مع بندوره وبصل وثوم. وعندنا كمان سله الباذنجان اللي كثير ناس عم تحب هالنوعيه اللي عم نجيبها، اكيد مع بقدونس، مع بندوره، مع بصل، كمان مع ثوم. عندنا سله الهندبي، بس هيدي الهندبي الجويه مش الجويه، الجويه مع بندوره، مع خيار، مع بصل وثوم. وعندنا كمان سله الكوسه اكيد مع بندوره وبصل ومع زعتر، زعتر عادي. وسعرهم مثل العاده 10,000 على طول. قديش عاليه في الاسعار؟ بقينا على 10,000 وان شاء الله اذا نزلت الاسعار بننزل، بس بعدنا دائما على ان شاء الله. الاسعار هيدا حلم انه تنزل الاسعار ان شاء الله. عندنا سله البطاطا مع جزر، مع بصل، مع ثوم، مع بقدونس، كثير عم تنطلب هالسله بس نعملها. هيدي شوربه موزات بسموها. هيك؟ ما بقى فينا ناكل موزات. شوربه موزات بلا الموزات، مع الخضره بس. عندنا سله القرنبيط اكيد مع بطاطا وبندوره وبصل وثوم. وبننهيها بسله الفواكه اللي اليوم فيها بس ابو سره وموز، لانه فيتامين سي ومغنيسيوم بكفي، هيك بدنا. وبدنا نحكي كثير عن الزبيب يلي ما عم نلحق منه، زبيب بلا بذر اللي هو كثير قليل بلبنان، زبيب بلا بذر وما فيه هالقش الموجود فيه، معمول بطريقه كثير مدروسه، وهذا الزبيب يلي بيتصدر لبرا، يلي بتعرفي مواصفات عاليه، ترسبات، اذا فيه دواسة كيميائيه او ادويه زراعيه، هيدا زبيب نوعيه جدا رائعه وعن جد ما عم نلحق منه، واللي بحب يدوقه كميه منا كثير كبيره، يعني دغري بيخلصوا مثل ما صار بالعنب. عفوا العنب اللي عملناه من جمعتين ثلاثه، هذا هو نوعيته وزيته لهالعنب عاملينه فيه. فمن هذا المنطلق حبينا نرجع نجيب منه. وهيدا العلبه نص كيلو صح؟ نص كيلو صح. وفي عندنا كمان زعفران بعد كل الناس عم تطلبه، اكيد ونوعيه جيده جدا، شغل منطقه الهرمل بلبنان. الكعك يلي مع سريال، وعندنا كعك بحليب، وعندنا الكعك يلي مع بوسفير، شغل ست لوسيان يلي وقف معنا شوي فتره، ما كان في بوسفير، ما كان وقته، هلا رجع البوسفير عم تعمل لنا اشياء طازه، بدنا نقول لها ميرسي كثير لمدام لوسيان، ونقول لها ميرسي على الكعك بدبس الخروف يلي كمان جدا رائع وطيب كثير. اكيد كل المنتوجات موجودين، من مربى المشموش، مربى الدين، مربى السرجل، مربى التفاح، دبس العنب، دبس الخروب. اليوم معنا جمعة الجاي على الاكيد حيكون فيه رب الحار، رب الحر، رب الحر ورب البندوره اكيد، عظيم. او شغل العنجر،
في عنا قرص عني بمرضمين مكبوسين، في عنا العكوب كمان مكبوس، وعنا الهليون كمان مكبوس. كمان هاي اشياء اذا بدك ما كثير بتلاقيها بالسوق، نحن عم نجيبها مثل ما عم نجيب القرص عني الخضرا والهند الخضرا. امبارح كان عندنا هوسله الخنصر بذري، بعده كانت كميه كثير كبيره، كثير ناس طلبتهم. نحن السله بتوصل على البيت ب 10,000 ليره، بعدنا مثل ما بلشنا ماشيين فيها. على رقم التليفون 03-000-910 او على 04-410-982. مبدئيا السلال عم توصل صارت بكير، كنا اول فتره شوي في عنا تخربط من وراء عجقات السعر، هلا الطرقات فاضيه، عم بيكون علينا كثير ضغط، بس كمان عم نجرب نلبي قد ما فينا بطريقه كثير سريعه. اي حدا تاخرنا عليه بنقول له نعتذر منه، بنعرف انه ما عم بيكون عم يزعل منا. خارجه عن الاراده. عم بقول الظروف خارجة عن الإرادة يعني بالنهاية. صح، بس ما عم بيكونوا أبدا متضايقين صراحة، حتى في ناس بيقولوا لنا ما في مشكلة بننطركم، عن جد ثانك يو وميرسي للي عم رجع لنا سليل. بس إنه اليوم مثل ما ذكرت حيكونوا الأغراض موجودين بكيس النايلون، لأنه سليل ما قدروا أعطونا. إن شاء الله جمعة الجاي إذا فتحوا يقدروا يلبونا بسليل، وهيك ما بيكون زعلنا حدا. بس بليز ضروري اللي عم يكتب يعرف إنه ما في سلة بلاستيك موجودة لحتى ما يتفاجأ ويزعل. نحن كل حدا رح يطلبنا رح نقول له زيت الشيء لحتى يكونوا محضرين. بالعكس الهدف هالمنتوجات الطازه واللي هي كمان المعموق يعني المقطوفه بطريقه ومزروعه بطريقه منيحه، مش الهدف خاصه السلم. انه مروان كمان ذكر المشاهدين بانواع اكل يمكن لهم زمان منهم اكلينا، مثل قرص العنب. هلا القعده بالبيت والقعده بالبيت بيجيو ناكل الهاك. بس احنا دائما بنضرب حساب انه في ناس جديد عم يطلبوا من عنا، مش هيك عم نقول لهم انه اليوم ما في سله اكل؟ اللي عم ياخذ قبل ما راح يكون زعلان، بس اللي عم ياخذ يجي، لانه على طول عنا دفعه كليونتيل عم بتدق وعم تاخذ وعم بيكونوا مبسوطين. من هالمنطلق بنقول نحن جاهزين اليوم، بس بليز ماكسيموم لل 10-10:30 ناخذ اتصالات، بعد هيك لازم نطلع وتوزعوا وحتى نلحق نوصل للكل. اذا بترجع بتذكرهم بالارقام 03-000-910 و 04-410-982. اللي ما بنرد عليه على السلولار اذا كان في دوب الابال، نحن عم نرجع ندق للكل، يعني الكل اللي بيعرفوه عم نرجع ندق لهم ونرجع نتواصل معهم وناخذ الطلبيات منهم، هيك بنكون الكل تواصلنا معهم ما حدا زعل. بهالطريقه بنكون عم نوصل للكل. نحن بقول لك يعطيك الف عافيه، بون ويك اند والسلامه تكون مرافقه الجميع. شكرا لك الخبير الزراعي بون ويك اند مروان. بون ويك اند.